أعمل في إدارة حكومية موظف، والرئيس في هذه الإدارة عنده مخالفات في العمل تخالف أنظمة الدولة ولا يقبل النصيحة إذا نصحناه، فهل يجوز لي أن أبلغ المسؤول عنه إذا أمكنني ذلك، وهل يعتبر ذلك من النميمة؟ هذا من النصيحة وليس من النميمة، وهذا من إنكار المنكر، هذا من إنكار المنكر، فإذا بلغت عنه فقد أنكرت المنكر. نعم.